السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں. اسی طرح آن لائن قرآن پاک پڑھنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الکہف. پہلے رواں پڑھیں گے، پھر ورڈ بائی ورڈ، اس کے بعد پھر رواں پڑھیں گے. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر. أي ورد باي ورد پڑھتے ہیں. ووضع ال ووضع الكتاب كتاب ووضع الكتاب فترى فترى ووضع الكتاب فترى مجرمين مجرمين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مشفقين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب فترى المجرمين مجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يَا وَيْلَتَنَا يَا وَيْلَتَنَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يا ويلتنا مالي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما
فيه مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر هذا الكتاب هذا الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. آئیے ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں. صغيرة صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة صغيرة ولا كبيرة إلا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. آئیے مکمل آیت رما پڑھتے ہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أي ورد بقى ورد پڑھتے ہیں. ووجدوا ما عملوا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم
ربك ربك ولا يظلم ربك أحدا أحدا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن